ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لجميع مشاهدي القناة وإلى كادر القناة المحترم، وحياكم الله. مساك الله بالخير ونورتنا، واكيد مساكم الله سعيدين بالخير بسماع والعافية، صوتك أهلا دكتور. بكم. بالبداية دكتور، حدثني ما هي الإيجابيات والسلبيات اللي تقوم بها العائلة لتنمية الطاقات أو طاقة الأطفال بالتحديد؟ نعم تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. الطفل مثل ما تفضلت قبل قليل هو عبارة عن طاقة، وطاقة كامنة، طاقة نعم حيوية. الهدف هو كيفية استغلالها بالصورة الصحيحة وتنميته ليصبح عضو نافع ومنتج في المجتمع. العائلة هي الأساس في كل شيء طبعا، التربية التعليم الصحيح منذ نعومة الأظافر هو الطريق الصحيح للاستغلال الأمثل لطاقات الطفل. نعم مثل ما تعرف حضرتك وحضرة المشاهدين، الطفل أول ما يبدأ بالتعرف على العالم الخارجي يكون مثل الطينة، من الممكن أن نشكلها كيفما شئنا. نعم عوامل كثيرة سوف تدخل بالموضوع وتؤثر على نمو السلوك المجتمعي لدى الطفل، منها طبيعة المجتمع اللي يعيش به، طبيعة تعامل الأسرة، الوضع الأسري الذي ينمو فيه، هل هو وضع مستقر أم لا، طريقة التعامل وطريقة التفاهم بين أفراد الأسرة مع بعضهم البعض ومع هذا الطفل. عوامل كثيرة ومتعددة تتفاعل فيما بينها لتخلق شخصية هذا الطفل، ومن ثم طبيعة تعامله مع المجتمع ودوره الذي من الممكن أن يلعب ليكون عنصر منتج ونافع. فطبعا الأسرة هي تلعب الدور الرئيسي والأساسي. نعم السلب بالإيجاب في إظهار الطفل بالشخصية التي سوف يكون عليها. طيب دكتور، قبل قليل ذكرنا التربية والتعليم والمدارس والمناهج اللي تخص التربية وإبراز الطاقات لدى الأطفال. برأيك المدارس حاليا توجد بها هذا الشيء؟ هذا سؤال، يعني طبعا هو لا يوجد شيء قياسي، نعم تختلف من مدرسة إلى ثانية. طبعا هناك كثير من المدارس طبعا فيها جوانب إيجابية كثيرة في التعامل السلوكي الصحيح مع الأطفال، بالمقابل طبعا هناك حالات سلبية كثيرة. لا يمكننا أن نعمم بالسلب أو بالإيجاب، ولكن الشيء المهم والأساسي أنه يجب أن نركز على الاهتمام بالطفل، ليس فقط من ناحية التعليم. نعم يعني حضرتك قلت أنه التربية والتعليم، التربية قبل التعليم، يمكن المدرسة هي تكون بمثابة البيت الثاني. كثير من الأطفال يتعلمون كثير من قواعد التعامل المجتمعي عن طريق المدرسة قبل أن يتعلموها بالبيت، ولهذا المدرسة يجب أن نعطيها الأهمية القصوى في إنشاء الطفل. نعم بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، طريقة تعامل المعلمة أو المعلم مع الطفل بأسلوب بإمكانه أن يخرج طاقات الطفل الكامنة، وفي نفس الوقت يبلورها بشكلها الصحيح. نعم يعني نفرض على سبيل المثال طفل عنده رغبة بتعلم الموسيقى، فمن البدايات الأولى إذا شاف المعلم أو الأستاذ مالته أنه عنده هاي الموهبة وقدر أن يصقلها ويخليها بالطريق الصحيح، ممكن أنه نحصل على فنان في المستقبل، وكذلك رياضي، وكذلك رسام، وإلى آخره. فعلا اكتشاف المواهب هذه شيء كلش مهم، بالإضافة طبعا إلى الصقل الصحيح لشخصية الطفل، بتعليمه السلوكيات الصحيحة، بتعليمه الأخلاق الصحيحة الحميدة. يجوز يعني هواية كثير من الأسر بالانشغال بالحياة اليومية، أو يمكن يهملون هواية جوانب. المدرسة هنا يجب أن تسد هذه الثغرة وتعوض النقص التربوي الحاصل في بعض العوائل وبعض الأسر. مساء الخير عليك يا دكتور. مساء الخير، أهلا مساء وسهلا يا العافية أهل عليك. الإشارة. مساء الخير. اليوم الأطفال أصبحوا مدمنين على الأجهزة الإلكترونية، كيف الحد من استخدامهم للأجهزة الإلكترونية، وكيف نقدر بالجهاز الإلكتروني نفسه ننمي مواهبهم؟
تمام، سؤال مهم جدا، اشكرك عليه جدا. طبعا عفوا دكتور. كل شيء طبعا الاجهزه الالكترونيه حالها حال كثير من الاشياء، هو سلاح ذو حدين. احنا ما نقول انه كله سلبيات، وفي نفس الوقت لازم ناكد انه الادمان عليه اصبح ظاهره منتشره وتاخذ حيز كبير من الاهتمام على النواحي التربويه والنواحي السلوكيه وكذلك النواحي الصحيه. نعم نعم. احنا كاسر كعوائل كاباء وكذلك امهات يجب انه نعطي الطفل قدر من الحريه بالتعامل مع هذه الاجهزه، ولكن بوقت يكون محدد. اولا احنا شنو نريد من الطفل يتعلمه من هذا الجهاز؟ هو شنو، فقط اللعب؟ لو لا طبعا لا. هذه الاجهزه ممكن انه نحفز بها قدرات الاطفال بكثير من الاشياء، منها تعلم الحروف الابجديه، منها تعلم الرسم، تعلم الموسيقى في بعض الاشياء. نعم. طبعا هو يعني الطفل اذا نعطيه الفرصه يمكن يبقى ساعات طويله. هنا يجي دور الاسره في تحديد النوع والكم. يعني طفلي مثلا اسمح له باليوم لمده نص ساعه او ساعه، طبعا ماكسيمم الفتره القصوى انه ساعه باليوم، يعني مسموح للطفل. وفي هذه الساعه ليس فقط الكم وانما النوع، يعني بهاي الساعه اللي اسمح له بها انه يستخدم الاجهزه الالكترونيه، هو اذا يستخدمها في اي مجال. نعم. لازم انه اوجهه بالاتجاه الصحيح حتى اخذ من عندها الفائده القصوى اللي اني اريدها لاطفالي. طيب دكتور، عذرا دكتور، عذرا كثيره صارت يعني دكتور تسمعني، العين كنا نشوف اطفال يصابون بصداع متكرر نتيجه استخدامهم لساعات طويله. نعم. للاجهزه اللوحيه والاجهزه الالكترونيه، آلام بالرقبة حتى بأعمار صغيرة قمنا نشوفها نتيجة أنه هذه الظاهرة بدأت تزداد. ناهيكم عن التباعد، يعني نوع من الانعزالية تخلق عند الطفل. نعم. نتيجة عدم المشاركة المجتمعية مع الأطفال. احنا كنا نتذكر من كنا صغار ما كانت هاي الأجهزة موجودة، الأطفال كانوا يطلعون يلعبون ويا أقرانهم ويا جوارينهم ويا أقربائهم نلعب يعني بها. الآن لا، يعني كل طفل تشوفه قاعد على وحدة في مكان وقاعد تنعزل. نعم. طبعا من الأشياء اللي قد تنعكس سلبا بالمستقبل على طبيعة تكوين الشخصي. نعم. شخصيته قد تكون انعزالية. نعم. تعامله مع المجتمع يكون مو بالشكل المطلوب، فتأثيراتها كثيرة طبعا السلبية، ولكن لا يمكن أن نلغي الجانب الإيجابي منها. نعم. التعامل الحكيم مع هذه الأجهزة هو أفضل حل، بتفهم العائلة طبعا برغبات الطفل وتحجيمها وتبويبها بشكل يكون صحيح. نعم. طيب دكتور، زميلتي قبل قليل سألتك بخصوص الإيجابيات والسلبيات لمواقع التواصل الاجتماعي وكيف الحفاظ على الطفل منها، من سلبياتها الادمان عليها. اليوم احنا بجائحة كورونا نمر بتعليم الكتروني عن بعد، هذا يؤثر سلبا على الطالب او الطفل بالتحديد او يزيد من قدراته وثقافته؟ نعم. التعليم الالكتروني هو يعني كانما يعني احنا يعني شلون ما الطالب موجود بالصف، هو طبعا راح يكون بتواصل مع اقرانه زملائه بالصف ومع استاذه. نعم. ولكن عن طريق الأجهزة الإلكترونية. نعم. المقصود ليس يعني هذا درس، يعني هو يقعد ويمارس كأنما موجود هو بالمدرسة ويتلقى التعليم وكذلك الشرح للدروس. المقصود بالآثار السلبية أنه لما نمت الطفل الحرية بالتصرف وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي بما تحمل من سلبيات وإيجابيات، تعرف إحنا أحسن أن نعيش في عالم الاوبن ميديا. الان انت المعلومه موجوده في كل مكان، السيئه والجيده، المعلومه الخاطئه والمعلومه الصحيحه. يمكن احنا الناس الكبار بالعمر الناضجين عندنا نوع من الحصانه الفكريه، لما تمر علينا معلومات تحمل الكثير من الاشياء المغلوطه ممكن ما نتاثر بها، ولكن طفل بعد صغير ممكن ان يتاثر بالكثير من الافكار الهدامه، الافكار السلبيه، الافكار الخاطئه اللي تتناقض مع تربيتنا، مع مجتمعنا، مع ديننا.
هاي المقصود بها فعلا يا دكتور. الخطر. اما انه طيب اذا يقضي الطفل فد ساعه او نص ساعه انه يراجع دراسته، يراجع المواد الدراسيه مع استاذه او مع زملاء عن طريق اللابتوب، هذا اعتقد فد شيء ما بي طبعا. نعم بغض طبعا مع اخذ بنظر الاعتبار الفتره الزمنيه اللي استغرقها من ناحيه الارهاق اللي يصير بالعين وعضلات الوجه ولكن اذا نتكلم عن الموضوع من ناحيه تاثر سلبي او ايجابي بالمواضيع المطروحه طبعا لا، هو ياخذ درس يعني. طبعا اكيد. طيب دكتور، العنف الاسري ومدى تاثره وتشكيله في تنميه الطفل، وخصوصا هناك اطفال عدوانيين بسبب العنف الاسري. احسنت جدا. احنا الان بنواجه مشكله يعني متزايده وتلقي مشكله مجتمع. نعم يا دكتور. وهي العنف الاسري. نعم العنف الاسري اللي هو مو فقط يعني دائما نقول العنف الاسري هو يعني تتجه الانظار نحو العنف ضد المراه والعنف النوعي اللي قائم على النوع. العنف ضد الاطفال هو ايضا من المشاكل الاجتماعيه المتزايده اللي بنلاحظها في مجتمعنا لاسباب كثيره، يعني دائما العامل الاقتصادي يلعب دور كبير، العامل الثقافي، واقع الحياه المتزايد والصعوبه اللي بيواجهوها الناس تنعكس سلبا على نفسياتهم. فبنشوف اكو عنف متزايد، يعني ظواهر غريبه على مجتمعنا يمكن حتى على الفكره البشريه انه ام تلقي باطفالها فعلا التشرد. نعم النهر الشاط يعني هذا شيء كلش غريب يعني. نعم. زين دكتور حدثني اولادها الى اخره من هذه المظاهر. نعم دكتور تسمعني؟ احنا نريد ناخذ الـ 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 يعني ناخذها بهذا الشكل المتطرف، يعني العنف ضد الطفل ممكن يكون ب يعني مثل ما تفضلت قبل شويه او ضرب الغير مبرر. نعم. التعامل معه بخشونه وباسلوب ما نحسس بقيمته كشخص فعلا راح يشكل شكل عدائي. نعم سلبا على شخصيته طبعا. زين دكتور رعب، الحالات الطلاق وانفصال الاب والام كيف يولد ويشكل خطر على الاطفال، وخصوصا نشوف بعض العوائل الان في حالات انفصال او طلاق تؤدي بالطفل الى التهلكه، يعني بعض الاباء تخلوا عن ابنائهم بسبب حالات الانفصال. العائلة هي الحاضنة الطبيعية للطفل منذ ولادته لحين ما يصبح رجل، ويمكن بعد حتى ما يكون رجل ويكون عنده عائلة يبقى الأب والأم لهم الدور الكبير في حياة الإنسان. نعم. فأنت تخيلي هذه الحاضنة إذا كانت بوضعية غير طبيعية متهمشة. نعم لما ينمو الطفل وينشأ ويشوف أبوه عايش في مكان وأمه في مكان، تشتت عائلي يصير، المشاكل والنزاعات اللي تصير بيناتهم، تدخلات الاهل، طبعا وضع كله اجتماعي ووضع غير صحيح، وضع انفكاك اسري فعلا. نعم حيأثر طبعا سلبا على الطفل من نواحي كثيره. نعم حيأثر عليه من كناحيه نفسيه. نعم يعيش في جو غير صحي. نعم تأثره بالموضوع راح يخليه يمكن نظرته نحو الطرف الاخر تكون نظره سلبيه، كان يكون فعلا. مثلا الولد ينظر الى المراه بعدين بالمستقبل نظره غير طبيعيه، او الرجل او المراه تنظر الى الرجل وهكذا، دائما يتخيل الحوادث اللي كانت تمر بين والده ووالدته وشلون كانت اكو مشاكل، طبعا تنعكس سلبا عليه. نعم بالاضافه الى هذا الوضع العائلي الاسري المتفكك راح يتأثر على الطفل من ناحية حتى دراسته، تواصله مع أقرانه، تواصله مع المدرسة، كل شيء حيكون غير طبيعي. الوضع المادي أيضا لازم أنه ما ننساه، يعني العوائل المفككة، العوائل التي فيها نعم. حالات طلاق، أكو مشاكل مادية راح تصير تواجه الأم، يعني طبعا. أكيد راح تنعكس سلبا على طبيعة تغذية الطفل، على طبيعة الدراسة اللي حيحصلها، كل شيء راح يتأثر بالسلب في حالة وجود وضع اجتماعي وضع أسري غير طبيعي، ولهذا فأبغض الحلال عند الله الطلاق يعني. فعلا. طبعا أكيد دكتور. أكيد يعني الدين الإسلامي هو مدرسة كبيرة بحساسة. نعم. الدين الإسلامي ما يشجع على الطلاق ويجعله أبغض الحلال، هذا إلى فتح حكمة ونظرة بعيدة فعلا تأخذ بنظر الاعتبار
الطفل ومستقبله بالإضافة إلى الأم والأب كذلك، يعني كعائلة متماسكة. تمام دكتور، أنت شرفتنا اليوم ونورتنا، وكذلك شكرا لمعلوماتك القيمة اللي استمعناها من حضرتك، شكرا وكذلك المشاهد. يا دكتور شاكرين اتصالك، ويا شكرا ربي ربي يوفقك ويحفظك. شكرا لك يا دكتور. شكرا لك دكتور، وأكيد ديما أكو